الله يعطيك الف الف عافيه يا ابو احمد. بدك شيء معلم؟ موجود. لا سلامتك، دير بالك بس. يا مالا على السلامه. المفروض هي هي المطحنة. إن شاء الله نستفيد منه. يعطيك العافية أخي. أهلين أخي، أمرني. بدنا نحكي معك كلمتين من بعد إذنك. تكي بس لحتى تطفي المكانات. خذ راحتك، عم نستناك هون نحن. مو عاجبني وضعه، كأنه في شيء هالزلمة. في شيء ولا ما في شيء؟ مضطرين نحكي معه. إذا ما فهمنا منه تفاصيل هالقضية ما رح تنحل.